أحل مجلس الشورى خلال جلسته الخاصة التي عقدت صباح اليوم برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم 7 لسنة 2017 إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس. وكانت الجلسة قد بدأت بقراءة معالي بيانا شارحا بشأن مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية وما انتهى إليه مجلس النواب بشأن مشروع التعديل. وأفاد معالي بأن مشروع تعديل دستور مملكة البحرين تضمن استبدال نص جديد بنص البند باء من المادة 105 من الدستور، وهو ينظم قانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام. أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية. الآن التعديلات الدستورية بعد إقرارها مجلس النواب ينظرها مجلس الشورى، وطبعا راح يتم الاجتماع مع عدد من الجهات ذات الصلة. التعديل الدستوري بطبيعة الحال إذا يتطلب تعديل بعض أحكام القانون المرتبطة في القانون العقوبات العسكري، نحن نعلم اليوم أن القضاء العسكري من ناحية تطبيقه لأحكام القضاء الأخذ بمبادئ العدالة وتحقيقها من ناحية الإجراءات الشكلية في التقاضي أمام القضاء العسكري، وجود محكمة التمييز التي تراقب مدى الالتزام بتطبيق ما نص عليه في القانون، فترادف مثل هذا التعديل الدستوري مع الضمانات القضائية المتاحة للمتهمين وكذلك تحقيق العدالة في السير في الإجراءات القضائية هي مكفولة بموجب القانون. اليوم تمت الإحالة التعديل الدستوري في المادة رقم 105، وأنا أعتبر هذا التعديل تعديل جوهري ومناسب جدا لحفظ أمن وأمان مملكة البحرين، لما اتضح من تحقيقات ومعلومات واردة إلى مملكة البحرين بأن هناك أفراد مدنيين متصلين بجيوش وميليشيات خارجية مسلحة، وهذا اللي يتطلب منا أن احنا نحاسب هؤلاء الأفراد في محاكم عسكرية، وهذا أعتقد يعني مناسب جدا لمملكة البحرين. اليوم أحال معالي الرئيس إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التعديل الدستوري، وتأتي أهمية هذا التعديل لما تمر به المنطقة، منطقة الخليج والمنطقة العربية، من ظروف أوجبت هذا التعديل حتى لا تكون هناك مخالفة دستورية. فاليوم قوة دفاع البحرين هي تقوم واجبها مع الأشقاء العرب في عدة مواقع في الخليج العربي، منها حماية طريق باب المندب، ومنها العمليات في اليمن وداخل وخارج البحرين، فلا بد من منظومة قانونية تتواءم مع وتكون تحت مظلة الدستور حتى تنفذ هذه القوانين بالنسبة للأفراد.